جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص توفيت والدته ولها بعض الاستحقاقات في الشؤون الاجتماعية وهو في أمس الحاجة، فهل يحق له أن يأخذ ذلك أو يبلغ عن وفاتها ومن ثم لا يستلم شيئا؟ جزاكم الله خيرا. عليه أن يبلغ عن وفاتها، فإن صرفوا له شيئا من مستحقاتها أخذه، وإن لم يصرفوا له شيئا فإنه لا يستحق شيئا بعد وفاتها، هذا حسب النظام.